إفادة الخبر بالمختصر. نايف هذا الحال صافي ديزاني ديال واد مرزق لانه عنده شعبيه كبيره. يعني من ديبي مونطوف هاد السنه هادي بالضبط جينا كنتفاجئوا بهذا الواد الحار هنايا اللي خلق لينا مشكل وخنقنا وخنق حتى وليداتنا ايغالمون. كنطلبوا من السلطات انها تدخل باش تلقى حل لهذا لهذا المشكل هذا لان ما يمكنش حتى يأثر على الصحه ديال المواطن وجميع العالم. ندوزوا هاد النهار هذا ان شاء الله مع الحراره اللي كاينه في الايام هذه زعما مده ما جيناش لهذا الشاطئ هذا وما جينا زعما يعني مفاجاه ان واد الحار كب هنايا يعني شويه يعني كاين واحد الضرر بالنسبه للمصطافين بالنسبه للنظافه ديال البحر. يعني خصو يكون شي تدخل في هذا الجانب هذا تلقاو شي حل لهذا واد الحار هذا حيت كيشكل مشكل هنا للمصطافين وعلى الناس الرواد ديال البحر. نتمنوا ان شاء الله يكون شي حل ان شاء الله والناس يجيو هنا ياخذوا راحتهم ان شاء الله. الفكره اللي عندنا ان هذا البحر كان كيعمر كيكتظ بالناس المصطافين في هذا الشاطئ هذا، ولكن كنظن باللي هاد المشكل ديال هاد المياه الصرف الصحي هي اللي جعلت بنادم ما بقاش يمشي. هذا هو المشكل. انا تفاجات يعني مده سنين هذه ما جيتش هنايا يعني تفاجات انا ما لقيت ان كاين الكثافه يعني المصطافين يعني كاين واحد النسبه قليله لينا يعني المشكل السبب هو هاد المشكل ديال واد الحر هذا. واش السبب هذا الشيء؟ راه باين باللي هذا هو المشكل اللي جعل بنادم ما بقاش ما يمكنش انك غادي تجي للبحر وغادي تشاف. هذا الانسان تلقى واحد الحاجه كيجي باش يرتاح باش يلقى واحد الوسائل ديال الراحه ويكون يعني مامن ما يكونش عندك شي مشكل حتى تعوم عندك مشكل هذا. ونتمنوا ان شاء الله يتحل هذا المشكل في اقرب وقت ان شاء الله ما يبقاش هذا المشكل عندنا. شنو هي الرساله اللي يمكن توصل للجهات اللي المعنيه بهذا المشكل هذا؟ ونتمنوا انهم يشوفوا يعني هذا المشكل هذا يشوفوا لانه كيشكل على مدار العام يعني مدير حتى البحر ماشي غير المصطافين يعني حتى البحر حتى هو بالنسبه للكائنات الحيه حتى هو كيلقى مشكل. يعني نتمنوا ان شاء الله حنا نشوفوا هذا الشاطئ حتى هو نقي يتحل هذا المشكل هذا يجي الانسان مرتاح سيكيوريزي. إفادة الخبر بالمختصر المفيد.